معكم الدكتور أحمد صادق عبد المجيد، أستاذ تقنية التعليم كلية التربية جامعة الملك خالد. ونبذة مختصرة عن مقرر الحاسب الألف التعليم. يعد هذا المقرر من المقررات ذات الأهمية لطالب الجامعة سواء في المرحلة الجامعية أو ما بعد المرحلة الجامعية، لأنه تناول موضوعات ذات أهمية في الحياة، منها الإنترنت، التعلم الإلكتروني، استخدامات الحاسب الألف في مجال التعليم، استخدامات الحاسب الألف في مجال الإدارة، أيضا ثقافة الحاسب، أيضا فيروسات الحاسب. ونتيجة لأهمية هذا المقرر تم تصميمه وفق المعايير العالمية للتعلم الإلكتروني وهي معايير كواليتي ماترز. ونتيجة لأهمية هذا المقرر تم إتاحة هذا المقرر على منصة اليوتيوب الخاصة بالمقررات المفتوحة، ولذلك أتمنى أن تستفيدوا من هذا المقرر بصورة كبيرة، مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق الباهر بإذن الله تعالى.